صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل. هتشوف معانا العيشة أجمل، عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. وحلقة جديدة وحنخش فيها على طول عيشها ببساطة. دي دعوة عيشها ببساطة، مهم جدا ان احنا ناخدها علشان تبقى نظام حياة، وبالذات بالذات اكيد في رمضان. معانا ومعاكم دكتورة زينب سمير، اخصائي التغذية العلاجية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور وائل. ببساطة هنقول للناس اللي عندها امراض مختلفة نظام تغذيتهم يبقى عامل ازاي. بالتأكيد الدكتور هيقول الدواء، مين يصوم ومين ما يصومش. بس تمام. مريض القلب مثلا تمام. يعمل ايه في رمضان في التغذية؟ مريض القلب دايما امراض القلب بتبقى مرتبطة بارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع الكوليسترول، فبالتالي يبقى انا اعمل ايه؟ ان انا الاكل بتاعي ابعد عن المقليات، ابعد عن المسبكات، ابعد عن اللي هي اللحوم الدسمة اللي هي اللحوم الحمراء. يعني دايما يكون البرنامج الغذائي بتاعي فيه الفراخ لطيفة، السمك لطيف، بتبقى لطيفة في الهضم وما فيهاش نسبة دهون عالية. كمان انه انا اركز جدا واراعي الاملاح، لانه الاملاح الزيادة، المخلل الكتير والحاجات المالحة، الكلام ده كله برضو ما نصرفش فيه لانه بيرفع الضغط، وبالتالي ده بيأثر برضو على مريض القلب. واعتقد بيحوش مية في الجسم. طبعا بيخلي الجسم يحوش مية. السكريات الزيادة والاملاح الزيادة الاتنين بيدوا نفس التأثير. طيب مريض السكر بالتأكيد في نصائح عامة قبل رمضان، بس في رمضان على وجه الخصوص ياخد باله من حاجات منتشرة في رمضان وحاجات لو عملها تلخبط له السكر. مهم جدا بالنسبة لمريض السكر ان هو الوجبة بتاعته لما يجي يفطر ما ياخدش الوجبة بتاعته كلها مرة واحدة. يعني هو يقسم وجبة الفطار علشان نحافظ على مستوى السكر في الدم، مش عايز السكر يعلى مرة واحدة وبعدين يحصل انخفاض في السكر. ده حاجة. الحاجة التانية وجبة السحور، مهمة جدا جدا وجبة السحور بالنسبة لمريض السكر بالذات هو بياخد ادوية، سواء كان بياخد انسولين او بياخد ادوية. كمان مريض السكر لازم يركز على ان هو طبعا اكل فيه سكريات والحلويات الكلام ده احنا بنمنعه او بناخد حاجة بسيطة جدا على قد نفسنا، بنزود نسبة الالياف لانه الالياف من الحاجات المهمة جدا اللي بتحافظ على مستوى السكر الدم. زي ايه الالياف؟ الالياف اللي هي الخضروات، طبق الخضروات، طبق السلطة الفريش، اعتقد كمان بعض انواع الفاكهة على حسب المؤشر الجلايسيمي بتاعها. لانه في فاكهة مثلا زي التين، زي التمر. التين انت هتقولنا على التين، ما التين ده اساسي. الفاكهة المجففة دايما بتبقى نسبة السكر وتركيز السكر فيها اعلى من الفاكهة اعلى كمان. طبعا. فاحنا ممكن يعني مريض السكر انا بنصحه ان هو بلح اللي بلبن ده بيبقى الطف واخف بكتير، وهو سكره الطبيعي مفيش بقى في زياده في السكر بالزبط. ولا حاجه. بالزبط. انا مظبط السكر وهظبط الدواء بتاعي واكل بقى براحتي، علشان العزومات انا هعزم ناس هيبقى شكلي وحش قوي، او هروح عند ناس افتكروا ان انا مش حابب الاكل بتاعهم، فلو زبطت الدواء خلاص بقى. انا دايما بقول للبيشنت عندي في العياده، يعني لما اتزنق اقول ان انا بطني وجعاني، بقى بطني وجعاني، ما حدش هيتدخل في الحته دي. مش لازم نقول ان احنا بنعمل دايت، ومش لازم نقول الكلام ده كله، لا انا بطني وجعاني واكل. يعني دايما اي عزومه في الدنيا هيبقى فيها سلطه يبقى فيها بروتين، فاحنا نركز على السلطه والبروتين بتاعنا، وبعدين زي ما قلنا اللي هو الكارب اللي انا هختار نوع واحد من الكارب وكميه معقوله. بالظبط. طب هيجيبوا لي بقى الحاجات الحلوه بقى وهي الست العزمانه عاملاها بايديها ومظبطاها، هيبقى شكلي وحش قوي ان انا ما اقول لها لا. ندوق حاجه بسيطه. هي انا مع، يعني انا مش مع ان الواحد يحرم نفسه تمام. بس هي الفكره في الاسراف، هو الاسراف هو ده اللي بيعمل لنا كل المشاكل، لانه الجسم يعني الوجبه بتاعتي جزء منها الكالوريز اللي طالعه بتروح اصلا بتم استهلاكها اثناء عمليه الهضم، الجزء الثاني بيتخزن فورا، فانا عايزه اقلل كميه الدهون اللي هتتخزن، فبالتالي انا من الاول وانا بدخل اكل ما ادخلش كميه كبيره، يعني ما اعملش لود على الجسم. فلما اتحكم في كميه الوجبه بتاعتي ده هيفرق جدا في ان انا اقدر اتحكم في وزني. طيب انا دايما انا عندي النقرس، وكل لما اروح لدكتور دايت او يقول لي ما تاكلش لحمه واحنا في رمضان، ما تاكلش فول واحنا في رمضان، طب يعني اكل ايه؟ يعني مريض النقرس برضو هنركز على ان احنا نبعد عن اللحوم الحمراء اللي هي اللحمه، البط، الحمام،
الحاجات دي اللحوم الحمراء، هنركز على اللحوم البيضاء اللي هي السمك، الفراخ، الارانب. برضو البقوليات ممكن ما نصرفش فيها قوي، يعني البقوليات ليها دور برضو، ليها يعني دور. الاسراف الزياده في البقوليات طبعا برضو بيأثر على اليوريك اسيد. مهمه جدا شرب الميه، مهمه جدا كمان اللي هي الفواكه الحامضيه زي المانجا، الحاجات دي برضو بتأثر معايا طبعا. فبنقلل بتزود يعني بتزود تأثير اليوريك اسيد. في حاجات لطيفه برضو ممكن بالنسبه لمريض اليوريك اسيد، حاجه زي السمغ العربي بتبقى لطيفه جدا، ده حاجه بتتجاب من عند العطار. احنا عايزين نعمل حلقه مخصوصه على الحاجات الطبيعيه فعلا دي. في حاجات طبيعيه كتير جميله جدا، يعني مثلا زي طبق السلطه بتاعنا، دايما اقول عندي طبق السلطه معلقه زيت الزيتون، نحط كمون كتير، نحط زعتر، الحاجات دي بتحسن الهضم وبتحسن الامتصاص. لا احنا هناخد حلقه مخصوص بقى، يعني ده خبره المطبخ بتاعتك مع خبره الطب، يعني جميل تحت جدا. تحت امر حضرتك، ربنا يخليك. عندنا حاجات في النقرس اللي هو مشروبات، يعني مشروبات احنا برضو في حلقه للمشروبات على فكره، تمام. هنتكلم بقى على الاسوس بيعمل ايه والكلام، بس القهوه والشاي طبعا الكافيين المشروبات الغازيه بتضر اي، يعني بتضر الانسان السليم. جميل. فاي شخص مريض طبيعي اول حاجه في الممنوعات احنا بنحطها المشروبات الغازيه، لان هي شيء سيء جدا في كل بالظبط. الكافيين طبعا بيبقى له تاثيره على مريض النقرس، لان هو طبعا برضو بيزود اليوريك اسيد. شرب الميه مهم مهم مهم. طب الناس اللي عندها مشكله في شرب الميه، ودي بتجيلي اسئله كتير عليها، في حاجه اسمها اللي هي الديتوكس. ايه هو الديتوكس؟ عباره عن ايه؟ ان انا بجيب ازازه الميه بتاعتي ومن بالليل بحط اي فليفر انا بحبه، شرايح ليمون، شرايح برتقال مع ليمون، جنزبيل، شرايح التفاح مع عيدان القرفه، ايا كانت الفليفر والنكهه اللي انا بحبها بعملها من بالليل. بحط الحاجات دي جوه ازازه الميه بتاعتي وبشربها على مدار اليوم، منها كاني انا بشرب عصير، حاجه لطيفه، وبعدت عن موضوع طعم الميه زي الفل، لان في ناس كتير عندها المشكله دي فعلا. بس احنا هنبقى في حلقه عن المشروبات. اوكي تمام، ما استعجلش الامور. اوكي شكرا جزيلا دكتوره زينب سمير، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. ربنا يخليك والناس تستفيد. لحضرتك. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. عيشها ببساطه ببساطه. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين.